ما هو الاسم الكامل نادي برشلونة؟ نادي برشلونة لكرة القدم. في أي عام تأسس نادي برشلونة؟ 1899. من هو مؤسس نادي برشلونة؟ خوان غامبر. ما هو اسم ملعب برشلونة؟ كامب نو. كم عدد ألقاب الدوري الإسباني التي فاز بها نادي برشلونة لغاية 2024؟ 27. من هو الهداف التاريخي لنادي برشلونة؟ ليونيل ميسي. كم عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها نادي برشلونة لغاية 2024؟ 5. في أي عام فاز برشلونة بأول لقب دوري أبطال أوروبا؟ 1992. من هو المدرب الذي قاد برشلونة للفوز بسداسية في عام 2009؟ بيب غوارديولا. ما هو شعار نادي برشلونة؟ أكثر من مجرد ناد. أي من هؤلاء اللاعبين لم يلعب لبرشلونة؟ زين الدين زيدان. كم عدد ألقاب كأس الملك التي فاز بها برشلونة لغاية 2024؟ 31. من هو اللاعب الذي لعب لنادي برشلونة وسجل هدفاً في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2006 ضد أرسنال؟ سامويل إيتو. أي لاعب من برشلونة حصل على جائزة الكرة الذهبية 3 مرات أثناء لعبه مع النادي؟ ليونيل ميسي. ما هو اسم أكاديمية الشباب في نادي برشلونة؟ لا ماسيا. كم عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي في الدوري الإسباني خلال موسم 2011-2012؟
50. من هو اللاعب الذي حمل الرقم 4 في نادي برشلونة ولعب أيضا كمدرب للفريق؟ رونالد كومان. كم عدد ألقاب كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي برشلونة لغاية 2024؟ 4. من هو اللاعب الذي سجل هدفاً حاسماً في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 ضد يوفنتوس؟ نيمار. السؤال المميز: في أي دقيقة سجل أندريس إنيستا هدفه الشهير ضد تشيلسي في نصف النهائي دوري أبطال أوروبا 2009؟ اترك إجابتكم بالتعليقات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.